وصول الغواصة S-43 إلى قاعدة الأسكندرية وانضمامها إلى أسطول القوات البحرية. الصحة تعلن تسجيل 388 إصابة جديدة بفيروس كورونا و16 حالة وفاة. وصول طائرتين ضمن الجسر الجوي لعودة العالقين المصريين من الكويت. الساعة مساء السابعة في غرينتش، نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من القاهرة. أهلا بكم، وفي البداية نرجو من جميع المصريين أخذ الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا. احمي أهلك، احمي بلدك. بداية النشرة مع نانسي نور. أهلا بك نانسي. شكرا لك شادي، ونبدأ مع حضراتكم نشرة التاسعة، حيث وصلت إلى قاعدة الأسكندرية الغواصة S-43 لتنضم إلى أسطول القوات البحرية المصرية. وتعد الغواصة S-43 ألمانية الصنع، وتتميز بقدرة قتالية عالية للتعامل مع الأهداف السطحية والأعماق، وتعتبر من أحدث الغواصات الهجومية على مستوى العالم. وصلت إلى قاعدة الأسكندرية البحرية الغواصة S-43 من طراز 209 على 1400 ألمانية الصنع، قادمة من ميناء كيل بدولة ألمانيا، بعد أن أبحرت لمسافة 7800 كيلومتر خلال 20 يوماً بطاقمها المصري. وتعد هذه الغواصة هي الثالثة من أصل أربع غواصات تعاقدت عليها جمهورية مصر العربية عام 2014، تعزيزاً لقدراتها الدفاعية وكفاءتها القتالية، ولتحقيق الأمن البحري وحماية السواحل المصرية والمصالح الاقتصادية بين البحرين الأحمر والمتوسط، وذلك طبقاً للبرنامج الزمني المحدد والذي يعكس عمق علاقات التعاون التي تربط بين القوات البحرية المصرية والألمانية، وجهود القيادة السياسية ودعمها الجاد والقوي لدفع العلاقات بين البلدين في العديد من المجالات. وتعد الغواصة S-43 مع مثيلتها نقلة غير مسبوقة للقوات البحرية المصرية، مما سيساهم في رفع تصنيفها عالمياً. وتعتبر الغواصة من أحدث الطرازات الهجومية على مستوى العالم، حيث لديها القدرة على إطلاق صواريخ مضادة للسفن، كما أنها تقوم بزراعة الألغام البحرية واستهداف المواقع البرية الساحلية، ولها دور مهم في مرافقة وحماية حاملات الطائرات، وتستطيع الإبحار لمسافة 11000 ميل بحري، وتبلغ سرعتها تحت الماء 40 كيلو متراً على الساعة، وتغوص حتى عمق 500 متر تحت سطح الماء. وتضم الغواصة 8 أنابيب توربيد ومخزناً يسع 14 توربيداً، مزودة بأحدث أنظمة الملاحة والاتصالات، وتمتلك حزمة كبيرة من الأجهزة الفنية والإجراءات الدفاعية. وأكد الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية في كلمته أثناء الاحتفال بوصول الغواصة إلى قاعدة الأسكندرية أن القوات البحرية سوف تظل على العهد دائماً في حماية حدود وسواحل مصر ومصالحها الاقتصادية، موجهاً الشكر إلى القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة
على الجهود المبذولة في تحديث التسليح للقوات المسلحة المصرية وترساناتها البحرية. المزيد ينضم إلينا هاتفيا اللواء بحري أركان حرب محفوظ طه مرزوق مدير الكلية البحرية الأسبق، وعلى التحية لك سيادة اللواء. إذا وصلت إلى قاعدة الإسكندرية الغواصة البحرية S-43 لتنضم إلى أسطول القوات البحرية المصرية. هي غواصة هامة جدا تمتاز بقدرة قتالية عالية للتعامل مع الأهداف السطحية والأعماق. كيف ترى هذه الإضافة للقوات البحرية المصرية؟ مساء الخير يا فندم. أهلا بك. ألف مبروك. أنا بهني الشعب المصري كله بوصول هذه الغواصة إلى اسكندرية، لأن طبعا استلامها الفعلي هي وصولها إلى أرض الوطن في ظل هذه الظروف اللي الحقيقة كانت فيها الفيروس بتاع كورونا وقيود الحظر في ألمانيا وعدد ساعات التشغيل المحدودة اللي كانت متوفرة واللي تعاونت فيها الشركات الألمانية معانا بشكل كبير مع القوات البحرية عشان توصل لهذه الغواصة في هذا التوقيت مبكرة عن ميعاد استلامها 3 شهور كاملة. نعم. الحقيقة الغواصة دي بتضيف قدرات قتالية كبيرة جدا للقوات البحرية. هي بتعتبر من أحدث الغواصات الهجومية على مستوى العالم. هي من أحدث الغواصات الهجومية على مستوى العالم. وهي بالذات الغواصات اللي هي الكونفنشنال اللي هي التقليديه. ايوه. وجميع دول العالم المتقدمه يعني عدا الولايات المتحده الامريكيه، لكن فرنسا، تركيا، اسرائيل، ايطاليا، كل دول واخدين نفس هذا الطراز من الغواصات. الحقيقه بتتمتع بقدرات قتاليه عاليه جدا، واحنا يعني في خطه كبيره بدات من سنه 2014 من اول ما سيادة الرئيس تولى المسؤولية ورأى قبل أي حد فينا أن هناك صراع طاقة، تنبأ بصراع طاقة في شرق البحر المتوسط وتنبأ بفراغ استراتيجي هيحصل في شرق البحر المتوسط نتيجة لأن الولايات المتحدة الأمريكية يعني قللت من اهتماماتها في شرق البحر المتوسط ونقلتها إلى آسيا، أو اهتماماتها في الشرق الأوسط كله قللت قواتها في الشرق الأوسط وبدأت تركز في آسيا، فهذا الفراغ مش عايزين نشغله بقى بدول اخرى تملي ارادتها علينا بقواتها البحريه. يعني أيوة. على سبيل المثال احنا كان عندنا تركيا بدا من 2010 بعمليات تحديث والتطوير بيحاول انه بيعمل قوه بحريه متفوقه كما ونوعا على كل دول الجوار. احنا النهارده لحقناه وبنسابقه، وان شاء الله مع الصفقات الجايه القادم افضل هنتبعه ان شاء الله باذن الله. ده في مجال تطوير القدرات القتاليه للقوات البحريه الحين. وعايز انوه على ان الفيلم اللي حضرتك شايفه قدامك ده، معلش، عمر الغواصات ما مشيت 5 غواصات جنب بعض. ايوه. يعني ده عشان يمشي في التشكيل ده، ده انجاز كبير جدا. بالاضافه لان هي كلها يعني رسائل ردع يا سياده اللواء. رسائل ردع. اول رساله ردع فيها إن أنت ماشي غواصة اللي هي الحديثة جدا وماشية مع غواصة صيني مبنية بديزاين روسي خدناها من الصين سنة 81 مستعملة. أيوه. فده يبين لك قدراتنا الفنية. الصاروخ اللي اتضرب من تحت السطح من العمق السطح في شهر 12/2019 اتضرب من هذه الغواصة القديمة. صحيح. تم تطويرها بأيدي قوات بحرية وبدعم فني من الولايات المتحدة الأمريكية ومهندسينا ورجالتنا، وتم اطلاق هذا الصاروخ وتطويرها تطوير جذري. فدي رساله. الرساله الثانيه ان انت بعت طاق قعد يا دوبك يعني فتره وجيزه جدا وبعدين قطع 8000 كيلو راجع، ما فيش واحد اجنبي على البطاق ده مصري خالص. ايوه. يعني وبعدين مش سايقها وجاي، ده عمل تدريبات مع فرنسا في البسكاي وفي الاطلنطي وفي البحر المتوسط وأدى تمارين في منتهى التعقيد تموين في البحر على بعد 1000 ميل. لا دي رسائل قوية جدا. صحيح. بتشير إلى نجاح خطة تدريب القوات البحرية والقوات المسلحة. صحيح. بدأ من أول اختيار الضابط والصف الضابط والعسكري لغاية الفرق والبعثات اللي بياخدها في الخارج لغاية التدريبات المشتركة اللي
بيمارسها مع كل دول العالم المتقدمه لغايه الفرق الحتميه اللي بياخدها الضابط الله. فده بالتالي عمل له انفتاح على كل ما هو ما احدث ما في العصر التكنولوجيا، بدليل الناس جايين بيها وبيحاربوا بيها، يعني استطاعوا ان ينفذوا بها التدريبات. وحضرتك شايف من المنظر هنا بين الغواصات الروسي القديمه اللي هي يعني الديزاين الروسي اللي احنا جايبينها من الصين، وايضا الغواصات الجديده. لو بصيت ورا شويه هتلاقي حضرتك حامل طيارات شايله بقى، عشان كانوا بيقولوا ان احنا مش لاقيين نجيب الطيارات، احنا جبنا مش عارفين نجيب طيارات، طب اهو الكاموف الروسي موجوده فيها، والشينوك الامريكاني موجوده فيها، والاس اتش 2 جي بتاعت مكافحه الغواصات موجوده فيها. الحقيقه يعني كل انواع طيارات الهليكوبتر وكل انواع الدعم موجوده على حاملات الهليكوبتر. أيوة. فهناك يعني قوه كبيره جدا قتاليه يعني تم ضخها في شرايين القوات البحريه حتى تتمكن من تنفيذ مهامها بالسكيل الجديد. يعني هو نفس المهام بقت الحقيقه موجوده، يعني هو في مهمه اصلا للقوات البحريه هي الدفاع عن مصالح الدوله في اعالي البحار. اي بس احنا كنا بنتكلم على نسبه 50 ميل، النهارده مصادر الثروه الطبيعيه عندنا على بعد 100 ميل اللي هي زي حقل زهر. النهارده القوى البحريه وتهديد الممرات الملاحيه اصبح النهارده مش ان انا اعمل دفاع محلي بوينت ديفنس عن الحاجات دي، لا ده القوات البحريه قادره على انشاء مناطق سيطره تتحكم في خطوط الاقتراب قبل ما يوصلوا خالص، خطوط الاقتراب الى المناطق الرئيسيه، وتفرض عليها السيطره الموقوته بمختلف انواع الاسلحه سواء كان غواصات او سفن سطح يعني ثلاثي، يعني مناطق السيطره الثلاثيه دي الابعاد، اقصد جوي وبحري وتحت المي تحت السطح. لا الحقيقه رسائل كلها يعني واضحه تماما وفيها رد بليغ كل المحاولات اللي بتتم من القوى الاقليميه. انا قلت لحضرتك ان فيهم بيسعى لهذا التفوق، طبعا طبعا نفوذ استراتيجي وسياسي وفرض امر واقع احنا مش هنقبله بجميع الحالات. صحيح، بشكرك شكرا جزيلا اللواء بحري اركان حرب محفوظ طه مرزوق مدير الكليه البحريه الاسبق. أعلنت وزارة الصحة عن خروج 98 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1730 حالة. وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة خالد مجاهد أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا ارتفع ليصبح 2224 حالة. وأضاف مجاهد أنه تم تسجيل 388 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تجريها الوزارة وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 16 حالة جديدة. بدأ جسر جوي مصري في إعادة المصريين العالقين بالخارج، ووصلت إلى مطار القاهرة الدولي رحلتان من الكويت نقلت عددا من المصريين العالقين هناك والذين تم إنهاء إجراءاتهم ونقلهم إلى الأماكن المخصصة لقضاء 14 يوم من العزل الصحي للاطمئنان على سلامتهم وخلوهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد. استقبل مطار مرسى علم الدولي رحلات من بغداد والسودان وتنزانيا للمصريين العالقين بالخارج ضمن خطة الدولة لإعادة المصريين العالقين بالخارج، حيث وصل 151 مصريا من بغداد، كما وصل 157 مصريا عبر الرحلة القادمة من السودان وتنزانيا من العالقين في البلدين. هذا وشهد المطار إجراء الكشف الطبي على جميع القادمين عبر الرحلتين، كما تم إجراء عمليات التطهير والتعقيم لحقائب وأمتعة الركاب ونقلهم في مجموعات بحافلات مجهزة ومعقمة إلى أحد الفنادق السياحية بمدينة مرسى علم لقضاء فترة الحجر الصحي والتي تصل إلى 14 يوماً.
كما استقبل مطار مرسى علم رحلة طيران قادمة من واشنطن وعلى متنها 327 مصريا، وذلك في إطار خطة الدولة لإعادة المصريين العالقين بالخارج. وأشار الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر إلى أن فريق الحجر الصحي بالمطار استقبل ركاب الرحلة ووقع الكشف الطبي عليهم، كما تم نقلهم في حافلات مجهزة ومعقمة إلى أحد الفنادق لقضاء فترة الحجر الصحي. أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة ستتحمل تكلفة الإقامة والإعاشة للعزل الصحي في المدن الجامعية ونزل الشباب للمصريين العائدين من الخارج، مشيرا إلى أنه على من يرغب في الإقامة بفندق فسيكون على نفقته الخاصة. وخلال اجتماع لمتابعة جهود عودة المصريين العالقين بالخارج، قال مدبولي إن الدولة قامت بترتيبات كثيرة لاستيعاب الأعداد الكبيرة التي تعود إلى وطنها، خاصة مع تأكيد وزارة الصحة على ضرورة عزل كل العائدين من الخارج، لافتا إلى ضرورة الترتيب مع وزارة الداخلية لتأمين وصول العائدين من الخارج إلى الجهة التي سيتم العزل بها، ولن يسمح لأحد بمخالفة القواعد والترتيبات الخاصة بالعزل الصحي. قال وزير الخارجية سامح شكري أن الدولة تعمل على عودة المصريين العالقين بالخارج في أسرع وقت، مشيرا في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء إلى أن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي وجه بتسريع وتيرة عودة المصريين خلال الأسبوعين المقبلين. الحكومة المصرية واللجنة كانت حريصة على عودة المصريين في أسرع وقت ممكن، وكان هناك توجيه اليوم من دولة رئيس الوزراء بتسريع وتيرة عودة المصريين خلال الأسبوعين القادمين. تصور أنه هتستمر اللجنة في المتابعة الحثيثة للسفارات المصرية، بتعمل جهد في وضع قوائم المصريين وإعطاء الأولوية للحالات الإنسانية وجمع المعلومات الخاصة بالمصريين في الخارج، وسوف تظل في توفير كل رعاية لهم والتنسيق مع الدول المستضيفة لهم حتى يتم توفير الرعاية الكريمة لهم لحين عودتهم إن شاء الله بأمان إلى أرض الوطن. شكرا. من جانبها قالت وزيرة الدولة للهجرة نبيلة مكرم إن مصر لم ترفض طلبات ومناشدات أبناء الوطن بالخارج في العودة لوطنهم، مشيرة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان واضحا وصريحا فيما يتعلق بوضع المواطن المصري فوق قائمة أولويات الدولة بغض النظر عن الخسائر التي ستتكبدها الدولة في هذا الشأن. الظروف الاستثنائية اللي بتمر بيها الدولة المصرية والعالم بشكل عام، لم ترفض الدولة المصرية استغاثات وطلبات ومناشدات أبناء الوطن في الخارج في الرجوع إلى وطنهم. والحقيقة كان السيد الرئيس واضح وصريح فيما يتعلق بأنه هو بيضع المواطن المصري فوق قائمة أولويات الدولة بغض النظر عن الخسائر التي سوف تتكبدها الدولة في هذا الشأن. وجاء بعد ذلك تأكيده فيما يتعلق بأهمية عودة العالقين مهما كان السبب ومهما كانت الظروف حتى يعودوا إلى أرض الوطن. من هنا جاء تشكيل اللجنة المشكلة برئاسة دولة رئيس الوزراء بعضوية وزارة الهجرة، وزارة الخارجية، وزارة الصحة، وزارة الطيران، التعليم العالي، السياحة والأثار. كلنا اشتغلنا في هذه اللجنة، وبالتأكيد وزير الإعلام اشتغلنا في هذه اللجنة بشكل مؤسسي بكل دقة حتى يتم عودة جميع العالقين. قال وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل إن الدولة تبدأ اليوم في إعادة المصريين من الكويت وبعض الدول الأخرى، لافتا إلى أن هناك أسبقيات للعمل في هذا الملف، الأولى للحالات الإنسانية والزائرين والمتأخرين، والثانية لمن انتهت فترة عملهم وإقامتهم في البلاد الأخرى، والثالثة لتأشيرة الخروج النهائي والسياحة والزيارة. النهاردة هي بداية عودة المصريين من دولة الكويت إن شاء الله والدول الأخرى، وإحنا عملنا أسبقيات للعمل في هذا الملف المهم. الأسبقية الأولى هي الحالات الإنسانية والزائرين المتأخرين، والأسبقية الثانية لمن انتهت فترة عملهم وإقامتهم في البلاد الأخرى، والأسبقية الثالثة لتأشيرة الخروج النهائي والسياحة والزيارة من الدول الأخرى. الحقيقة برضو لازم أقول أنه جميع الوزارات تعاونت مع هذا في هذا الملف، ووزارة التضامن الاجتماعي عملت دور كبير جدا في هذا الموضوع. القوات المسلحة أيضا ساهمت في هذا الموضوع بدور مهم في رفع كفاءة المدن الجامعية لتصل إلى مستوى كبير جدا. وزارة الصحة هتعمل إجراءات طبية
اعتبارا من نزول المصريين العائدين إن شاء الله اعتبارا من اليوم في مطار القاهرة وفي مناطق العزل بإذن الله. أشاد عدد من المواطنين بالإجراءات التي اتخذتها الدولة لإعادة المصريين المتواجدين في الخارج مع تفشي فيروس كورونا على مستوى العالم، واعتبر البعض أن تلك الإجراءات كشفت مدى حرص الدولة على أبنائها المغتربين وإعادتهم إلى أرض الوطن. المجهود اللي بتقوم به الدولة هي بتقوم به ناحية ولادها في كل مكان وما بتنساهمش، ورغم أن هي في الظروف اللي إحنا العالم كله بيعاني من هذا المرض ومتأخرين في حاجات كتير العالم كله، والدولة مستمرة وعاملة كل جهد علشان ولادها في الخارج. أنا شايف أن الدولة قايمة مقياس لبقية الدول التانية، قايمة بالواجب بتاعها تجاه العالقين. المشكلة أن العالقين سافروا على مدار 12 شهر، عايزين ويجبروا الدولة أن هي ترجعهم مثلا في خلال شهر، وطبعا ده يعني ما فيش اسطول في العالم هيقدر يجيب الناس كلها في ال 12 شهر دول، هيجيبهم في شهر واحد. هو الدوله طبعا مهتميه بالموضوع دوت، ومهتميه زي ما مهتميه بالداخل مهتميه بالخارج، وكويس ان جهود الدوله يعني ان هي بتجتهد في ان هي تجيب المصريين اللي في الخارج، وفي نفس الوقت ان هي بتعمل لهم حجر صحي وكده، ده حاجه كويسه يعني. انا شايفه والله من اول ما ابتدت ازمه الكورونا والدوله بتعمل حاجات كثيره جوه مصر عشان تحل الازمه دي، وفي نفس الوقت بتعمل مجهود كبير قوي بره مصر برضه عشان تحل الازمه دي وعشان ترجع العلاقين في الخارج، وانا شايفه ان هي بتعمل عليها وزياده ومكثفه جهدها في الحاجتين يعني جوه مصر وبره مصر، واتمنى ان احنا كمان كشعب نساعد الحكومه ان هي تنفذ كل الاجراءات الاحترازيه دي عشان نواجه ازمه الكورونا. انا شايفه الدوله مش مقصره في اي حاجه من اول السطر لحد اللي احنا فيه دلوقتي، جابت من واشنطن، جابت من هنا، جابت من هنا، جابت من هنا، ومش مقصره. واللي بتقوم بالدوله مش اي دوله بتقوم بيه، الدوله قايمه بجهود عظيمه علشان ترجع المصريين من الخارج، وبتعمل كل مجهودها يعني صراحه اللي احنا شايفينه ان هي بتعمل مجهود كبير جدا يعني لعوده المصريين من الخارج. صراحه الدوله بتقوم بجهود جامده جدا صراحه من اول الازمه وهي موجوده، وهي يعني بعد وقف الطيران وهي بتتصرف ازاي تطلع طيارات لكذا دوله سواء عربيه او اوروبيه بحيث انها تحاول ترجع الناس اللي بره. وجه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بالعمل على تنفيذ عدد من المقترحات والتوصيات التي طرحها مسؤول هيئة الرقابة الإدارية من أجل دعم وتعزيز القطاع الصحي، ومنها إنشاء مجلس أعلى للصحة ليتولى إعداد استراتيجية موحدة للخدمة الصحية. وخلال الاجتماع والذي عقده لمتابعة مقترحات وآليات تطوير المنظومة الصحية بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، أكد مدبولي على الأهمية البالغة التي يمثلها القطاع الصحي لا سيما في ظل انتشار فيروس كورونا والتداعيات الصحية له، وهو ما يستدعي مزيدا من الاهتمام بتطوير المنظومة الصحية والبناء على ما قامت به الدولة خلال السنوات الماضية فيما يخص المبادرات الصحية المتعددة التي تم تدشينها واستفادت منها قطاعات واسعة في المجتمع، وكذا مشروع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل. من جانبه وجه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بسرعة تأسيس الشركة الخاصة بمشروع المخازن الاستراتيجية للأدوية والمستلزمات الطبية وتوقيع الاتفاق الخاص بها في أقرب فرصة. جاء ذلك خلال لقاء مع الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والدكتور بهاء الدين زيدان رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، واطمأن رئيس الوزراء على توافر أرصدة كافية من المستلزمات الطبية والأدوية. استعرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مع الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عددا من الملفات، من بينها موقف صرف المرحلة الثانية من المنحة الرئاسية للعمالة غير المنتظمة. وفي هذا الإطار وجه مدبولي باستمرار الإجراءات الاحترازية التي تم الاتفاق عليها وتجنب التكدس في المقار المحددة لصرف المنحة، كما استعرض رئيس الوزراء التطور المحقق في خطط ميكنة الخدمات الحكومية حيث ثمن الجهود المبذولة في هذا الصدد للتيسير على المواطن وتقليل التكدس خلال المرحلة القادمة. وصلت وزارة الداخلية عمليات تعقيم وتطهير كافة السجون مع توفير كافة أوجه الرعاية الطبية.
رعاية صحية متكاملة تقدمها وزارة الداخلية لنزلاء السجون على مستوى الجمهورية من خلال مستشفيات مقامة داخل السجون ذات تجهيزات تقنية وبشرية عالية، يتم من خلالها متابعة الحالة الصحية للنزلاء وتقديم أفضل خدمة طبية لهم، وأبرزها عمليات الغسيل الكلوي للحالات التي تحتاج لها بصفة دورية، وتتم باستخدام أحدث الأجهزة المتخصصة في هذا الصدد. ويتاح للنزلاء التوجه للعيادات الخارجية بمستشفيات السجون لإجراء الكشوفات الطبية اللازمة في ظل وجود كافة التخصصات الطبية داخل السجون، وتصرف الأدوية اللازمة من صيدلية موجودة داخل كل مستشفى بها كافة الأدوية. تأتي هذه الإجراءات الوقائية والصحية تزامناً مع ما تتخذه الدولة من تدابير لمجابهة خطر انتشار فيروس كورونا، حيث يحرص قطاع السجون على إجراء مسح طبي لنزلاء السجون للإطمئنان على حالتهم الصحية. بنزل كل أسبوع أعمل إشاعة، وبنزل كل أسبوع أخذ علاجي، ومش قادر أنزل الدكتور بيطلع لي فوق العنبر بتاعي. بنطلع العيادات الخارجية وبيتم الكشف علينا وبيتصرف لنا العلاج، والعلاج دايما موجود بصفة منتظمة في الصيدلية الخاصة بالسجن. ومع تواصل هذه الإجراءات فإن عمليات تأهيل السجناء مستمرة داخل الورش المختلفة مع مراعاة اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية داخلها من ارتداء كمامات وقفازات طبية إلى التباعد بين النزلاء، كما تنطلق بصفة دورية ووفقا لبرنامج معد سلفا عمليات التعقيم والتطهير داخل السجون والتي تشمل كافة مرافق السجون على مستوى الجمهورية. ومع تواصل هذه الإجراءات نظم القطاع بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني وقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات دورة تدريبية عبر الاتصال الإلكتروني بشأن الوقاية من الأمراض المعدية داخل السجون ومكافحتها ومنها فيروس كورونا، وبما يمكنهم من أداء مهمتهم في الحفاظ على سلامة وصحة نزلاء السجون. حاضر فيها خبراء مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة عبر تقنية الاتصال الإلكتروني. وتواصل وزارة الداخلية ومن خلال قطاع السجون ووفقا لخطة متكاملة عمليات تعقيم السجون على مستوى الجمهورية لضمان حماية صحة وسلامة النزلاء، إضافة إلى ما يتم توفيره لهم من رعاية صحية واجتماعية وتأهيلية لتأهيلهم وإصلاحهم. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إدارته ستحدد قريبا أصل فيروس كورونا، أضاف أنه كان على الصين إبلاغ بلاده بتفاصيل كورونا منذ البداية. أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية تخطي أعداد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في الولايات المتحدة حاجز 70,000 حالة. وجاء في أحدث بيانات الجامعة التي أصدرتها على موقعها الرسمي أن أعداد الإصابات المؤكدة بلغت أكثر من 1,192,000 حالة. كشفت إحصاءات رسمية عن أن بريطانيا سجلت أعلى حصيلة وفيات بفيروس كورونا في أوروبا. أوضح مكتب الإحصاءات الوطنية البريطانية أن حصيلة الوفيات جراء الفيروس بلغت نحو 32,000 شخص، وذلك بعد إدراج الوفيات في اسكتلندا وأيرلندا الشمالية، وتتجاوز هذه الحصيلة مثيلتها في إيطاليا والتي كانت أكثر تضررا في أوروبا على الرغم من أن حصيلتها لا تشمل حالات الوفاة المشتبه بها بالفيروس. من جانبها قالت وزارة الصحة الإسبانية إن عدد اليومي لحالات الوفاة بسبب فيروس كورونا ظل أقل من 200 حالة لليوم الثالث على التوالي، إذ بلغ 185 في الساعات 24 الماضية، وارتفع العدد الإجمالي لحالات الوفاة في البلاد إلى 25,613 حالة، بينما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة إلى 219,329 حالة. أعلنت وكالة الحماية المدنية في إيطاليا تسجيل 236 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع حصيلة الوفيات في البلاد إلى أكثر من 29,000 حالة. كما أعلنت وكالة الحماية المدنية تسجيل 1,075 إصابة جديدة بالفيروس، لترتفع حصيلة الإصابات إلى أكثر من 213,000 حالة. كشفت جريدة بيلد الألمانية عن تطوير علماء الأمراض المعدية وعلوم الوبائيات في جامعة مينيسوتا الأمريكية
3 سيناريوهات محتملة لوباء كورونا في العالم استناداً على بيانات أوبئة أخرى. هذا وتوقع السيناريو الأول تقلص الوباء على صيف 2022، فيما تنبأ السيناريو الثاني بموجة أخرى سيئة من الوباء في الخريف المقبل تنتج عدد أكبر بكثير من الإصابات الموجودة حالياً في العالم. أما السيناريو الثالث وهو الأكثر إيجابية يتوقع وقوع موجات إصابة صغيرة للموجة الحالية حتى يتم اختفاء الفيروس نهائياً. أعلنت هولندا عن تسجيل 317 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و86 حالة وفاة. أقلت السلطات الطبية إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في هولندا ارتفع إلى 41087 حالة، وبلغ عدد حالات الوفاة في البلاد بسبب الفيروس 5168 حالة. قال مكتب رئيس الوزراء الروسي ميخائيل موشستين إن رئيس الحكومة الذي أصيب بفيروس كورونا المستجد يشعر بحالة جيدة ويتلقى العلاج اللازم ضمن الخطة الطبية المطبقة. وقال بوريس بيلياكوف المتحدث باسم رئيس الوزراء إن موشستين يرقد في أحد المراكز الطبية الحكومية ويتلقى علاجه الضروري ضد الفيروس ويشعر بحالة جيدة، منوها بأنه يتواصل بنشاط وهمة عالية مع زملائه في العمل عبر الهاتف. أعلنت وزارة الصحة التركية عن تسجيل 59 حالة وفاة و1832 إصابة جديدة بكورونا، وبذلك ترتفع حصيلة الوفيات إلى 3520 حالة، فيما بلغت حصيلة الإصابات نحو 129491 حالة. أعلنت إيران عن تسجيل 63 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، وقالت وزارة الصحة الإيرانية إن عدد الوفيات في إيران منذ تفشي الوباء بلغ 6340 حالة، فيما بلغ عدد حالات الإصابة بالفيروس 99970 حالة. أكد رئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن أن أزمة فيروس كورونا بدأت تستقر بسرعة، وقال إن ذلك جاء بفضل جهود المقر المركزي للتدابير المضادة للكوارث والسلامة والذي انطلق لمواجهة كورونا، مشيدا في الوقت ذاته بالإجراءات الحكومية التي اتخذت لمواجهة الوباء والحملة للتباعد الاجتماعي. أعلنت وزارة الصحة الماليزية عن تسجيل 30 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليبلغ العدد الإجمالي للمصابين 6383 حالة، فضلا عن تسجيل حالة وفاة واحدة ليصل عدد الوفيات حتى الآن إلى 106 حالات. أعلنت وزارة الصحة الهندية عن تسجيل 3900 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 195 شخصا خلال الساعات 24 الماضية. وأشارت الوزارة إلى ارتفاع عدد المصابين بالفيروس إلى 46433 حالة، كما بلغ إجمالي الوفيات في البلاد 1568 حالة. قررت الحكومة الأردنية استمرار حظر حركة المواطنين خلال الليل مع السماح للشركات بإعادة فتح أبوابها. وأكد المتحدث باسم الحكومة الأردنية أن بلاده نجحت في احتواء تفشي فيروس كورونا، لكن الخطر لا يزال قائما وإمكانية عودته قائمة وخطيرة. قرر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتي أن حكومته قررت تخفيف الإجراءات المتخذة لمواجهة انتشار فيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية،
وأضاف أشتي خلال مؤتمر صحفي في رام الله أنه تقرر فتح المزيد من المصالح التجارية وكذلك السماح بعودة المواصلات العامة للعمل داخل المحافظات، ودعا المواطنين للإبقاء على ارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي. سجلت قطر 951 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية في قفزة حادة لانتشار الوباء في البلاد مقارنة مع الأيام الأخيرة. أشارت الصحة القطرية إلى أنه لم يتم تسجيل أي وفيات جديدة ناجمة عن الفيروس، ليبقى عدد الوفيات عند 12 حالة، موضحة أن أغلب حالات الإصابة الجديدة بالفيروس تعود لأشخاص من العمالة الوافدة. أعلن وزير الصحة الكويتي عن شفاء 85 حالة من المصابين بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتمثلت للشفاء في البلاد إلى 2032 حالة. وأوضح أن التحاليل والفحوص المختبرية والإشعاعية أثبتت شفاء الحالات 85 من الفيروس، مشيرا إلى أنه سيتم نقل تلك الحالات إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين. أعلنت السعودية عن تسجيل 1595 حالة إصابة جديدة بكورونا، وفي مؤتمر صحفي قال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية أنه تم تسجيل 955 حالة تعافي جديدة لترتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 5431 حالة. أدانت الجامعة العربية مصادقة سلطات الاحتلال على إقامة مشروع استيطاني جديد في البلدة القديمة في مدينة الخليل لإنشاء طريق خاص وإقامة مصعد كهربائي لتسهيل اقتحامات الحرم الإبراهيمية. وأكدت الجامعة أن هذا القرار يأتي في إطار تصعيد سياسات الاحتلال العنصرية والتهويدية المتواصلة ضد المعالم الدينية والتاريخية الفلسطينية وضد المقدسات الإسلامية والمسيحية، وفي إطار استكمال تهويد مدينة القدس واستهداف الحرم القدسي الشريف والهوية العربية الإسلامية الفلسطينية في القدس والخليل والمقدسات فيهما. أعلن التحالف العربي في اليمن أن قوات الحوثي أطلقت صاروخين باليستيين من محافظة صنعاء، موضحا أن صاروخين سقطا في محافظتي عمران وصعدة. وأكد المتحدث باسم التحالف العقيد تركي المالكي استمرار قوات الحوثي بانتهاك القانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ الباليستية وسقوطها عشوائيا على المدنيين وكذلك التجمعات السكانية. أفادت خلية الإعلام الأمني بالعراق بمقتل 3 إرهابيين في إحدى المناطق بمحافظة كركوك. وأوضحت الخلية في بيان لها أن قوة تابعة لقيادة العمليات المشتركة في كركوك شاركت في مداهمة وكر لعناصر إرهابية، ما أدى إلى مقتل 3 منهم. وأشار البيان إلى مقتل 3 عناصر من الحشد العشائري ومنتسب من الشرطة الاتحادية إثر انفجار عبوة ناسفة وإطلاق نار مباشر بالمحافظة. قالت مصادر إن تركيا أرسلت نحو 11,000 من المرتزقة إلى ليبيا، من بينهم 261 قتلوا في المعارك. وأضافت المصادر أنه تجرى حاليا استعدادات لنقل مئات المسلحين من سوريا إلى تركيا بتعليمات من استخبارات أردوغان، والتي تضغط على بعض الفصائل الإرهابية لإرسال دفعات جديدة من مسلحيها إلى ليبيا ملوحة بإيقاف الدعم عنها. من جانبها ذكرت وكالة رويترز للأنباء أن الليرة التركية واصلت خسائرها لتتراجع إلى مستويات قياسية متدنية شبيهة إلى أزمة العملة التي وقعت عام 2018.
وفي مواجهة ضغوط السوق، قال مصرفيون لرويترز إن البنك المركزي التركي رفع حدود عمليات السوق لمبادلة الليرة بالعملات الأجنبية إلى 40% من 30% في السابق. أطلقت الولايات المتحدة وبريطانيا رسميا جولة أولى من المفاوضات بهدف الوصول لاتفاق للتجارة الحرة بين البلدين، وستجري المحادثات عن بعد على مدار الأسبوعين القادمين بمشاركة مسؤولين من البلدين في حوالي 30 مجموعة تفاوض مختلفة. قال رئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إن سلطات بلاده ألقت القبض على أمريكيين تورطا في عملية توغل فاشلة في فنزويلا. وأشار مادورو إلى أن السلطات اعتقلت 13 إرهابيا تورطوا في المخطط الذي قال إنه كان بالتنسيق مع واشنطن لدخول فنزويلا عبر ساحل البحر الكاريبي والإطاحة به. هذا وأعلنت سلطات فنزويلا مقتل 8 أشخاص في محاولة التوغل التي لم تعلق الخارجية الأمريكية عليها حتى الآن. أطلقت الصين مركبة فضائية صممت حديثا في إطار برنامجها لبناء محطة فضائية مدارية. أوضحت وسائل إعلام صينية أن الصاروخ لونغ مارش 5B أطلق من مركز لإطلاق الصواريخ جنوبي البلاد، بينما انفصل عنه نموذج مركبة فضائية غير مأهولة قبل أن يدخل المدار المحدد له، مشيرة إلى أنه لم يستقل أحد المركبة بسبب الطابع التجريبي للعملية. أفرجت السلطات عن المواطنة المصرية الأمريكية ريم دسوقي التي احتجزت بتهمة نشر أخبار كاذبة تهدف للإضرار بالوحدة الوطنية. هذا ووصلت دسوقي التي تحمل الجنسية الأمريكية وتعمل معلمة بصحبة ابنها إلى منزلها في لانكاستر بولاية بنسلفانيا الأمريكية. وكان قد تم احتجاز دسوقي بمطار القاهرة أثناء عودتها من الولايات المتحدة تنفيذا لقرار النائب العام وتقديمها لجهات التحقيق. نفى مصدر أمني بوزارة الداخلية صحة ما روجته بعض القنوات الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعي الموالية للجماعات الإرهابية حول قيام الوزارة بحذف البيان الصادر بشأن مقتل 18 إرهابيا في مداهمة أمنية ببئر العبد بشمال سيناء من على الصفحة الرسمية للوزارة على موقع فيسبوك، أو نشر صور قديمة لأحد العناصر التي لاقت مصرعها عام 2017. وأكد المصدر الأمني أن كل ما تضمنته تلك الترديدات من مزاعم منافية تماما للحقيقة وتأتي في إطار نهج الأذرع الإعلامية للجماعات الإرهابية في ترويج الشائعات ومحاولة إثارة الرأي العام وتقديم الدعم المعنوي لعناصرها الإرهابية. وافق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء على إطلاق الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة مسابقة الإبداع الحكومي اخدم بلدك بفكرة وفتح باب التقديم فيما أمام المواطنين وحتى 30 من يونيو المقبل. وأكد مدبولي أن الحكومة تحرص على تشجيع الأفكار الإبداعية لدى المواطنين ومشاركتهم بما لديهم من طاقات وقدرات إبداعية من شأنها أن تسهم في النهوض بأداء وحدات الجهاز الإداري. هذا واعتبر أن هذا الأمر يتم من خلال تعزيز روح المنافسة بينهم، وهو ما يضمن في نهاية الأمر النهوض بكافة مناحي الحياة للمواطنين وفق رؤية مصر 2030. أكدت وزارة التنمية المحلية أن إجمالي ما تم إزالته بالمحافظات من تعديات تتعلق بالاستيلاء على أراضي وأملاك الدولة منذ توجيهات الرئيس السيسي بلغت نحو 4,267,000 متر مربع بمختلف المحافظات. جاء ذلك خلال تقرير تلقاه وزير التنمية المحلية محمود شعراوي من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة حول جهود المحافظات حتى الآن بشأن التعامل مع مخالفات البناء وإزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة والمخالفات الزراعية وتصدي لمحاولات بعض المواطنين استغلال الظروف الحالية التي تمر بها الدولة خلال تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد وإقامة مبان وأسوار وكذا بزراعة عليها.
نعى شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب شيخ محمود أو محمد محمود الطبلاوي الذي وفته المنية عن عمر ناهز 86 عاما. ووصف الأزهر في بيان له الطبلاوي بأنه أحد أبرز أعلام تلاوة القرآن في مصر والعالم في العصر الحديث، حيث أكد الإمام الأكبر أن الشيخ الراحل سيظل يحتل مكانة كبيرة في قلوب وعقول المسلمين، وسيظل صوته العذب يقصده المسلمون للتدبر في آيات الذكر الحكيم، قائلا إن الشيخ الطبلاوي يبقى علامة بارزة في تاريخ الترتيل والتلاوة في التاريخ الحديث. نعى الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي نقيب قراء ومحفظي القرآن الكريم في مصر. وقال مفتي الجمهورية في بيان له إن الراحل الكريم كان أحد أعلام القراء المصريين، وقد تلا آيات القرآن الكريم بصوته العذب وأبدع في تلاوته، فأوصل معانيه إلى قلوب الناس. هذا ونعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي نقيب قراء ومحفظي القرآن الكريم في مصر. وقال المهندس حسام صالح المتحدث باسم المتحدة إن مجلس إدارة الشركة برئاسة تامر مرسي قرر إذاعة التلاوات العطرة للقارئ الشيخ الطبلاوي على قناة مصر قرآن كريم. تفقد محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين الحالة الإنشائية لعمارات تحيا مصر، وأكد المحافظ في تصريحات لإكسترا نيوز أن العمل يسير بوتيرة سريعة. وفي شأن آخر شدد المحافظ على تطبيق الإجراءات الاحترازية لصرف المعاشات للمواطنين. الحقيقة العمل بيسير بطريقة سريعة، هم 28 عمارة تم الإنجاز في حوالي 20 عمارة، 8 الآخرين تحت التشطيب. أعتقد أنه في خلال شهر من الآن بإذن الله يكون انتهت العمارات. هي العمارات تحت كل عمارة حوالي 16 محل، فمنطقة خدمية متكاملة سواء إسكان أو محلات. الإسكان هيتم التوزيع بمعرفة قرعة عن طريق وزارة الإسكان. العمارات الحقيقة بقالها فترة زمنية، إلا أن الحمد لله يعني تم الانتهاء. أتمنى بإذن الله أن المنطقة هنا تتحول إلى منطقة عمرانية واعدة نظرا لوجودها على عدة محاور، زائد أن احنا في تخطيط المحافظة بإذن الله بيتم إنشاء طريق حديث يربط ما بين طريق يعتبر طريق دائري عندنا غربي اللي هو صبر القاضي بوسط مدينة كفر الشيخ حتى حديقة صنعاء.
أشاد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بما قدمه مسلسل الاختيار ومن يمثله من تجسيد للكفاح البطولي لجنودنا البواسل في القوات المسلحة والشرطة في مواجهة الإرهاب. وخلال اجتماع المجلس لمناقشة التقرير الأول للجنة الدراما حول دراما رمضان، ثمن المجلس على دور الدولة في مواجهة وباء كورونا ودور الإعلام في نشر ثقافة مواجهة هذا الوباء وأهمية التكاتف خلف الدولة في جهودها ودعمها. أظهرت بيانات من وزارة التجارة التركية اتساع العجز التجاري بنسبة 13.4% على أساس سنوي ليصل إلى 3.4 مليار دولار في إبريل، كما تراجعت الواردات بنسبة 32% في حين انخفضت الصادرات بنسبة 41%. وفي سياق متصل قال معهد الإحصاء التركي إن تضخم أسعار المستهلكين وصل إلى 10.94% على أساس سنوي في إبريل. أصدر بنك قطر المركزي أذون خزانة لشهر مايو الجاري لآجال 3 و6 و9 أشهر بقيمة 164.3 مليون دولار. يأتي إصدار البنك لأذون الخزانة في إطار السعي لتطوير السياسة النقدية بقطر وزيادة فعاليتها. هذا وقال بيان البنك إن هذا الإصدار يأتي ضمن سلسلة الإصدارات التي يقوم بها نيابة عن حكومة قطر. أعلنت رابطة الدوري الإسباني عودة التدريبات للأندية الإسبانية استعدادا لعودة قريبة لمنافسات الدوري. أعلنت رابطة الأندية الإسبانية لكرة القدم عودة جميع فرق الدوري الإسباني للتدريبات استعدادا لعودة قريبة لمنافسات الدوري. وأكدت الرابطة أنها تهدف لعودة منافسات الليغا في شهر يونيو القادم بعد توقفه منذ شهر مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا. وتستمر التدريبات مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمدة 4 أسابيع بمراحل مختلفة وبشكل متدرج، وتبدأ بتدريب اللاعبين بشكل منفرد وتنتهي بالتدريبات الجماعية قبل عودة المسابقات المقررة في شهر يونيو المقبل. وقبل توقف الدوري الإسباني كان برشلونة يتصدر الترتيب برصيد 58 نقطة بفارق نقطتين عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني وبعد مرور 27 جولة من المسابقة. العودة إلى التدريبات تم الاتفاق عليها مع السلطات الرياضية والصحية ذات الصلة من أجل ضمان صحة وسلامة اللاعبين والأجهزة الفنية. أعلن هيرتا برلين الألمانية لكرة القدم إيقاف مهاجمه سالومون كالو بعد أن نشر فيديو على فيسبوك ظهر فيه وهو يصافح زملائه في الفريق دون مراعاة إجراءات مكافحة فيروس كورونا. كان الدوري الألماني قد توقف منذ منتصف مارس الماضي بسبب الوباء. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأربعاء طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري نهارا، بارد ليلا مع تكون الشبورة المائية في ساعات الصباح، وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة. ختام النشرة تذكير بأهم ما ورد بها من أنباء.
وصول الغواصة S-43 إلى قاعدة الإسكندرية وانضمامها إلى أسطول القوات البحرية. الصحة تعلن تسجيل 388 إصابة جديدة بفيروس كورونا و16 حالة وفاة. وصول طائرتين ضمن الجسر الجوي لعودة العالقين المصريين من الكويت. إذن مشاهدينا بذلك تكون انتهت هذه النشرة الإخبارية. للمزيد من الأخبار تابعونا دائما على موقعنا الإخباري extranews.tv. كنا معكم في هذه النشرة شادي شاش ونانسي نور. إلى اللقاء.